ولد عادل إمام في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الكهلية في مصر. تخرج من كلية الزراعة وبدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة، ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 1962. بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة، مثل البحث عن فضيحة مع ميرفت أمين وسمير صبري، وعنتر شايل سيفه مع نورة. هالة الشلقاني هي السر الأكبر في حياة الزعيم عادل إمام، ورغم أنه ارتبط بها فقط ولم يتزوج من سواها، إلا أن هالة الشلقاني ظلت دائما خلف الستار ولم تتصدر المشهد. هالة الشلقاني طلبت من الفنان عادل إمام في بداية حياتهم الفنية أن يبعدها عن الإعلام، ورغم أنه كان من الممكن لها أن تتباهى كونها زوجة الزعيم، إلا أنها فضلت أن تكون في الخفاء. تعرفت هالة الشلقاني على عادل إمام بالصدفة، حيث كان الزعيم في منزل صديقه سمير خفاجة، وكانت هالة جارة سمير خفاجة، ووقتها كان عادل بصحبة عدد من زملائه، وعندما رأوها من الشباك بدأوا في معاكستها عكس عادل إمام الذي التزم الصمت. هالة أعجبت جدا بأخلاق عادل إمام، وبدأوا يتعرفون على بعضهما وزادت الصلة بينهم، وبدأ الحب يسيطر على الزعيم رغم أنه لم يكن ينوي الزواج مبكرا، وتم الزواج، ووقتها اشترط عادل إمام على هالة عدم الإنجاب. كان عادل يريد أن يتروى في مسألة الإنجاب، وخاصة أن لديه أحلام كبيرة يتمنى تحقيقها، ولكن فاجأته هالة بحملها الأول، فطلب منها عادل أن يكتفوا بواحد، ولكن تبعها مرات أخرى حتى أنجبوا ولدين وبنت، رامي ومحمد وسارة. هالة تقول أنها لم تشعر يوما بالغيرة على عادل إمام، وخاصة أنها تثق به جدا وتعرف أنه يحبها ومخلص لها. هنا عادل إمام وهالة الشلاني في بداية حياتهم، وهنشوف صور فيلتهم وثروته الضخمة بعد شوية، هنا بعد مرور السنين. زوجة واحدة تكفي، وخصوصا أن عادل إمام مشهور وغني طبعا، لكن زوجة واحدة كفته. ودي هنا رامي ومحمد وسارة، صور جميلة ليه، وهنشوف كمان أحفاده ربنا يخليه لهم. ده محمد عادل إمام ممثل مشهور طبعا، وهنا عادل إمام وزوجته في شبابه. صوت الأم قامت بجولة في منزل الزعيم عادل إمام وكتبت الآتي: تبدأ جولتنا من المنطقة السكنية التي يقطن بها عادل إمام وولديه المخرج رامي إمام والممثل محمد إمام، وهي منطقة المنصورية بارك التابعة لمنطقة جرداسة، وهي منطقة تجمع العديد من الشخصيات الهامة في مصر من فنانين وسفراء وخلافه. مساحة الفيلا الداخلية تقدر بحوالي 100 فدان، محاطة بسور كبير، وعلى البوابة هناك لافتة مكتوب عليها فيلا آل إمام باللون الأبيض على خلفية زرقاء. آدي وهم رايحين المنصورة بارك، وهذه اللوحة اللي هي تبين فيلا عادل إمام أو يعتبر قصر عادل إمام. ثم نبدأ بالدخول للقصر الفخم، ونجده محاط بسور كبير وبه حديقة مميزة مليئة بالأشجار والنخيل، مع وجود حمام سباحة كبير الحجم ليعطي مظهرا جماليا مميزا للفيلا الخاصة بالزعيم عادل إمام. دي الفيلا، شجر نخيل حوالي 100 فدان، ودي صورة برضو للحمام السباحة والجنينة، حاجة جميلة فيها خصوصية جامدة طبعا. تتميز ديكورات منزل الزعيم بالجمع بين فخامة الديكورات الكلاسيكية وحداثة الديكورات العصرية وبساطتها، وهو ما يظهر جليا في ديكورات الغرف الرئيسية بالفيلا، مثل غرفة الجلوس وكذلك غرفة الصالون المزينة
بالديكورات الكلاسيكية الفخمة والتي تجمع بين اللون الذهبي واللون البني والبيج. هنا ديت ديكور بتاع الصالون، صالون فخم، ستاير على أعلى مستوى، والسقف عالي طبعا حوالي 5 متر. دي غرفة الجلوس، كذلك غرفة النوم الرئيسية وديكوراتها الفخمة والمميزة، مع وجود تنسيق مميز للديكورات الجبسية للأسقف والحوائط. في بيت نور، مع وجود وحدات الإضاءة المعلقة والمميزة داخل الديكورات الجبسية، وأيضا في النجف الكريستال المعلق بالسقف. ده بيت نور طبعا، وسقف معلق طبعا، علو السقف بيتيح الكلام ده كله. أما المطبخ يتميز بالطابع العصري والعملي في نفس الوقت، وذلك بوجود الديكورات الخشبية باللون البني المميز، مع وجودها على الطراز الأمريكي الحديث. ده المطبخ طبعا، في جميع الأجهزة العصرية ومجهز. وهنا عادل إمام مع تذكاراته وصور الشخصيات اللي قدمها. وهنا في برنامج نعم أنا مشهور مع منى الشرقاوي، استعرض معاها فيلته وهنشوف صور منها. هما بيدخلوا طاقم عمل البرنامج من البوابة الحديدية الضخمة، وهنا بيخرج من باب الفيلا عادل إمام يستقبلهم. الجنينة طبعا واسعة وكبيرة، 100 فدان الفيلا، فمساحة واسعة طبعا تدي خصوصية. وهنا وهو بيقابل منى الشرقاوي وبيستقبلها وبيعرفها بقى على أحفاده. هنا آدي عز الدين رامي إمام، وهنا آدي هالة اللي هي جنبه، أحمد موبل وكاميليا أحمد موبل وأمينة أحمد موبل، دول الثلاثة بنات سارة بنت عادل إمام، ودي رؤية رامي إمام، وادي هنا مرات رامي إمام اللي هي واخدة رؤية على رجلها، وده أحمد مقبل زوج سارة عادل إمام، وادي هنا أدي سارة عادل إمام بنت عادل إمام ومنى بترحب بيها، وادي اللي على الشمال عادل رامي إمام، وجنبه عز الدين رامي إمام. كانت مقابلة جميلة في بيته بين الديكورات طبعا. لطالما كان لقبه الزعيم من دون غيره الفنان المصري الشهير عربيا وعالميا عادل إمام، حيث كشفت بعض المواقع عن ثرواته الضخمة والتي يمتلكها الممثل القدير في كل بنوكه المحلية والدولية، حيث قالوا أن العادل إمام أكثر من 100 فيلم وأكثر من 10 أدوار بطولية في أفلامه. وفجرت صحيفة أمريكية مفاجأة حيث ذكرت بأحد فروعها للشرق الأوسط أن عادل إمام يأخذ حصة الأسد من ظهوره على كل فيلم، حيث يأخذ حوالي 15 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 2 مليون دولار ساعتها. إضافة لكل هذا ونقلا عن مصادر موثوقة، فقد قالوا أنه تم التأكد أن ثروة عادل إمام في كل البنوك المحلية والدولية قد بلغت حد 250 مليون دولار. وذكر نفس المصدر أن عادل إمام يحتفظ بثرواته لنفسه وليس لجهات عائلية كما يفعل أغلبية الشخصيات الشهيرة، فضلا عن توزيعها في مجموعة من البنوك الغربية، والقسط الأكبر بالطبع بالبنك المصري. ويبقى لنا أن نقول أن كل ما سبق هي تقديرات مواقع، ويمكن أن تصيب أو تخطئ، وهي على عهدة هذه المواقع، ولا يمكن بأي حال التأكد من تلك الأرقام. بس ما فيش شك إن هو بنى نفسه بنفسه، ودي حصيلة جهد وعمل سنين طويلة، وما فيش حد كمل معاه إلا أفراد قليلين زي سمير غانم مثلا،
هنا مع ناهد شريف ولبلبة، وهنا مع عبد المنعم مدبولي ويسرى وفريد شوقي، وهنشوف صور نادرة ليه مع ملوك وزعماء دلوقتي. النجم الكبير عادل إمام مولود في 17 مايو 1940، يعني حاليا حوالي 80 سنة، ربنا يديله الصحة. هنشوف بقى ايه صور نادرة اعتقد اول مرة تشوفوها. هنا عادل إمام وابنه، تم التقاط لهم صورة مع نجمي الأهلي في السبعينيات، النجم محمود الخطيب واللاعب شطة. طبعا محمود الخطيب اللي هو على يمين عادل إمام، وشطة على الشمال. هنا مع زملائه أيام الجامعة، طبعا كان لسه في عز شبابه. هنا عادل إمام بيصافح بعض أبطال القوات المسلحة، هنا مع أبطال مدرسة المشاغبين هادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي الله يرحمهم. هنا عادل إمام مع كمال الشناوي وعمر الحريري في عرض خاص في الإرهاب والكباب. هنا صورة نادرة لي مع سمير غانم، ربنا يديهم الصحة. هنا مع الفنان القدير دريد لحام. هنا صورة للزعيم عادل إمام أثناء تصوير فيلم غبي منه فيه، جنبه فيه هاني رمزي والفنانة نيلي كريم وابنه رامي مخرج الفيلم. هنا صورة نادرة ليه مع عبد الحليم حافظ الله يرحمه، الفنان الكبير. وهنا دي رقصة بين عادل إمام ملحم بركات وشريهان أيام الفن الزمن الجميل. هنا الراحل عوض محسون أحد نجوم درب الزلق مع الزعيم عادل إمام. هنا صور عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي من كواليس مسرحية مدرسة المشاغبين. هنا مع نجم النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي صالح سليم. وهنا صورة نادرة جدا لعادل إمام مع الزعيم ياسر عرفات. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.